ثم الحملية إن حكم فيها بوقوع ثبوت المحمول للموضوع فموجبة وإلا فسالبة. قضية حملية أجر هاتو حكم بكري لقضية حملية دا، يعني إزعام بكري. إزعام بكري بشي بشكي كل ما تا إزعام نبي قضية منعقد نبي خو بو إنعقادك يا البتا جوزي قضية نية بلا بو إنعقاد تحقق قضية إزعام لازم إيدي. أجر حكم بكري يعني إزعام بكري البتا تاني حكم بها بالنسبة تامي خبرج معناه بكينا بلان جاوختي بي بوقوعي بي تصويرة. أجر هاتو نسبة تام حكم بكري حكم معنى نسبة تامي خبرية لقضية حملية دا أو حكم يبر برقا بكرة كتشبة نسبة تامي خبرية بصورة وقوع ثبوت به وإلا يعني بصورة لا وقوع ثبوت حكم أواجوان تلك بإزعان لدينا وتكلفي كان تلك مرة والله. أجر هاتو إزعان بكري لقضية حملية دا بوقوع ثبوت محمول بموضوع، يعني النسبة تامة خبرية كوقوع ثبوت محمول بموضوع فموجبة أو قضية في ظل قضية موجبة، وإلا أجر حكم نكرة بوقوع ثبوت محمول بموضوع فسالبة أو قضية في ظل قضية سالبة. حملية دو قسمها، حملية باعتبار نسبة تامة خبرية دو قسمها، يا يعني موجبة يا يعني سالبة لو دو أنا خارجني يا أنا. وقوع الثبوت، وقوع الثبوت يعني لا وقوع الثبوت زي تمام خبريه مقيده بقيد الثبوت. وقوع لا وقوع كيا بلان وقوع لا وقوع مقيد بقيد الثبوت، الثبوت كذا بيت بين تيجي شنو موجب السالبه ثبوت كذا بين كذا هل كان الثبوت زور شك او تقسيم قضيه حمليه باعتبار نسبه تامه خبريه او قضيه حمليه باعتبار موضوع دبيت شوار قسم باعتبار موضوع شخصيه طبيعيه مهمله ومحصوره كمحصوره بخو شوار قسم باشا او تقسيم كلو بدو ودخينين تقسيم قضيه حمليه موجبه وسالبه باعتبار موضوع كيان جاءوا تقسيم بو هردو كان بو موجبش و بو سالبش. وكل منهما إن كان موضوعه جزئيا حقيقيا فشخصية. كلك لا قلية حملية موجبة يان سالبة أجر هاتو موضوع كلك لوانا موضوعك محكوم عليها ك جزئيك حقيقي به لو جزئيانك عقل بجا تجويزي ويناك شامل زيادة اللي يكفر بيبين جزئي حقيقي كبريتيا لعلمو لا ضمير لا أسماء الإشارة وموصول أو نك جزء حقيقي نادي معارف نحوي نحوينا علم الجنس ناقد تو شو كعلم الجنس فقل لفظا معرفة مرلا جزء حقيقي درد أو يا لفظا ومعنى معرفة بمعنى فتر معنى كما دين زرع إذا جاي على نحوي دا علم الجنس بمعرفة دا دندري كتشيل منطقي دا بكل حساب ذكرت شو كني معناه كي عامة فني آخر اگر هاتو موضوعك جزئي حقيقي به لو اسمانا بيتا كمعنى كان معينة اها او وقتي فشخصية بو قليي دلن قليي شخصية نسبة كل بلاي جزء دي قليي كل شخص موضوع قليك زيد قائم موضوع قليك كزيد شخصة نسبة كل دين ككل قليي بولاي جزء أكيد كموضوع أكيد من آخر؟ بل معرف هل مع هل أواني كذا نبدأ معرف أن دوان بيجي العلم أريدي أنا علم جنس وبيجي معرف ألف لام جنس ومعرف ألف لام عهد ذهني ومعرف ألف لام استغراق أو أنا هم قال نحوي دا معرفنا بلا مدير دا نابن با قلية شخصية أجر موضوع أكيد كلوان بي معرف بلام استغراق بي قلية كذا بيت محصورة معرف بلام الجنس بدا بيتا طبيعية معرف بلام عهد الزمن بدا جزئية هذا كيف هنا؟ شخصية كنت اويا كموضوع كي بحسب معنى جزئية كحقيقي بيتا كتعريف جزئية حقيقي من خندو ايدي او مفهومي كعقل بجائز نازاني زيادة اللي يكفر بيها بي معرف بلام استغراق دا وانية معرف بلام عهد الزهني وانية علم الجنس وانية يا معرف بلام الجنس وانية تيجي ايش دي؟
اعتقد بي جزئي حقيقي معناه كلام منطقي ده زور خاص لدى معرفه النحوي اذا جيت شلون شو كان النحوي بعض الاحكام اللفظي ده كبحسب لفظ اوان معرفه نهيدي شخصيه شي في ضمن مخصوصه شي في ضمن هم في ضمن شخصيه هم في ضمن مخصوصه مخصوصه نسبه نياو يي نسبه بيوني مخصوصيه نياو مخصوصه ضمن تسميه كلها بصفه جزء چونك مخصوص صفه جزء صفه موضوعيه موضوعه كمخصوصة تسميه كلها كي بصفه جزء زورتك وكو الله الهنا ديال موضوعه كي جزء كي حقيقيه كالله يا منيا على ما يدي زورتك حاشيه 20 على من كمثالنا جزء حقيقه علم بيتا او ضمير الغائب يعني ضمير غائب به او الحاضر يعني الضمير الحاضر يعني ضمير حاضر به وكو هو عالم حاضرش كدو قسم حاضر متكلم ومخاطب هي يدي هو عالم ضمير غائب انا كاتب انت شاعر او ضمير حاضر هل كان كان متكلم كان مخاطب او غيرهما يعني غير علم ضمير به مثلا اسم الاشاره بيتا هذا مثلا عالم موصول بيتا من هي الذي في الدار يا ضمير متكلم انا جاي كدي كدي او الحاضر ضمير حاضر شامل متكلم ومخاطب هر دكان بيتا مثال شيء هنا أنا كاتب وايا ليبش غيرهما غير علم وغير ضمير اسم الإشارة وموصول أو أنا منزول يعني معرف بألف لام عهد خارجي معرف بألف لام عهد خارجي عهد الذكري أو أنا معين عندي زور ساك تقول جزئي حقيقي الرجل كاب بسبب ألف لامك دلالة ذكر سفر دي معين رجل كم أولوعك بل أم رجل كا ديردا خاص بو بكي دير دا خاص بوا بيق نفري دير دا معنى عام مكينا يعني مفهوم مكينا ها مولوعة كيدي اوي كمحكوم عليه يا اخو الف لام نيا رجل ايدي فلام رجل خاص بوا بيق فردي خو فانا دير رجل معنى عام مكينا يعني اجا الفام عاهد بي يك فردي معين دا يعني رجل يعني او فرد معين معنى كيف باش دي رجل كش الان كان دلاسة شدك الان بواسطي الف لام معنى رجل شي لهاتوا دي باش دي رجل كش بسبب الف لام واي لهاتوا وقتك الف لام شو سر كمعنى عامة كين نقيان او معرفة معينة اختي ملافش هرواي ملافش بسبب اضافة معينة بيت ملاف بلاي معرفة باضافة معنوية منيا بشرتك معرفة مفيد تعريف بيتنها إضافك أو كلياً أو جار وكل منهما إن كان موضوعه كلياً كلك لحملية موجبة وسالبة أجر موضوع كان مفهومك كلي بو وايا موضوع كان موضوع حقيقي مفهوم كلي بو ديار الموضوع ذكرية كش لفظك كلي بو دي ديار كلي بو لفظ معناه عند كتره بلان بو لفظ بيعتبر معناه عند كتره اگه موضوعك كلي بو عقل بجائز زاني زيادة ليك فردي هبي موضوع حقيقي كلي بو عقل بجائز زاني زيادة ليك فردي هبي او اختي شونا فإن قصد الحكم على نفس مفهومه فطبيعيتون اگر هاتو قصد كرا حكم لسر ذات مفهوم او كليي حكم بمحمول لسر خود مفهومكي كارب أفراد نبو أفراد إرادة نكردن فطبيعيتون أو اختي قلية في ظن قلية طبيعية هل هو نسبة كل بولاي جزئي دي وني آخر شون كنت طبيعات شوانا كيدي موضوع كيدي طبيعات كيدي طبيعات فقط موضوع كيدي بكل قلية ظن طبيعية طبيعات يعني حقيقة كي كارمان بأفراد كيني جا قلية ها حقيقتك شن نوعي بيش جنسي بيتا حقيقتك منزولة طبيعتك منزولة أفراد منزولنية جا كيف خوية إرادي أفراد ممكن بيان ممكن نبيتا باشا
برحال طبيعت منظورة كيف اخوتي إرادي أفرادش ممكن بي يعني حكمك السرايات بك بولاي أفرادش يعني سرايات بولاي أفراد نكا قضية طبيعية بويدا بيت الدوبش وكو الإنسان نوع درد موضوع كمان إنسانا مفهومك كلية وحكمش كراوة لسر خود مفهومك لسر ذات حقيقة إنساني حكس أفرادك نكراوة هل كلابش برحال منظوري من أويا كبلاي مفهومي إنساني نوعا وايا مقصود أويا جدير ده هل ممكن نيا أصلا أفراد كان بجيرين حتى أجر ممكنش با دي سنها طبيعية بو تشكين أمن أوان منظور نيا مراد نيا مراد مفهومة كيا طبيعته كيا باشا دير ده قلية كده بيتا قلية كي طبيعية بلان طبيعية كي واك حكم بمحمولي سرايات ناك لمفهومي موضوعي بولاي أفراد كان أو حيوان ناطق يمري الإنسان حيوان ناطق الإنسان مفهوم إنسان ماهية إنسان حيوان ناطق أجل مرادم لإنساني حقيقة إنساني بك ألف لام يعني ألف لام جنس بن أو وقت قليك قليك طبيعية يشكي بحكم بحيوان ناطق لسر خذي حقيقة إنساني كراوة مراد أوها هاتشان حكمك السرايات دكاتا حكم بحيوان ناطق لإنساني را سرايدك أبو أفراد إنسانيش أسرار دكاش هر دشكاتا وان يا بلام دي بدا او مراد نينا شكا الفهم كا الفهم جنسا يعني منظور ما هو بلام حقيقة انساني حيوان ناطق جاء او قليش قليه طبيعية طبيعية موجبة سالي بكا جاء بلا الانسان ليس بجنس الانسان ليس دي انسان ماهية انسان شنية جنسنية وان يا اخر يعني بلام الانسان ليس بجزئي حقيقة انسان شنية جزئي نية طبعا وش المبتنية الإنسان ليس بجنسين ليس بجنسين بقى نادتو يعني إرادة أفرادش ممكنة أو أسرادك ولا أفرادش ها إنسان جنسنية هل هو حقيقتك جنسنية أفرادكان الشيشنية يعني بلما الإنسان ليس بجزئي نوجر إنسان جزئي نية ليرد حكمك سرايدناك ولا أفراد إنسان يعني حقيقتك جزئي نية بلما أفرادكان الشنا جزئي نية فني آخر بو أبو سالي بكشر دو مثال من هنا يككيان أويا كحكمك كحكم بلا وقوع سرايات دكاب ولا أفراد يككيان أويا كسرايات ناكاب ولا أفراد هذا كيف شونا؟ أها جمع وصصة اللي بكاني ننصيبه إلي هر حيوان ناطق وقت كما مع التشخص من حيوان ناطق شان هرتدائي باش تدائي بلانكو حيوان ناطق فقط خنيك تو فقط قولي رقيد فقط تدائي في حيوان ناطق دي نعم نعيش ناقين هناك وانيا افراد انسان زيدش حيوان ناطق يدي شلون بقى حيوان ناطق مع التشخص نا واجبني هو اللي مع التشخص حيوان ناطق يا نا حيوان ناطق اي باش قال تشخص ده يا ام ببيت تشخص هي يا نا ده هي دي قال تشخص جبار هي فمش نمكتوا فقط حيوان ناطق اگر فقط مكتوبه وقتی مشکلی ها بود زید ماهیت نوعیه که حیوان ناطق ها زور قلیه خواه عملا زیدون کاتبون او قلیه صحیحه یا نه کاتبون زیده ها بقصه تو غلطه شکل اوه زیدون کاتبون سکود لما عرضی بیانده بو حسن یعنی زید بطنه کاتبه ایدی ملانیه ایدی انسانیه ایدی که خواه اوانه اراده نکره زيد حيوان ناطق يشهر وليد دي باش بستويك بدو مثال هنا وبو قليه طبيعيه اشار بالمثالين الى انه قد يحتمل بعض الامثله للطبيعيه ان يراد فيه الافراد اشاريك بدو مثالا بولاي كشان حال ويجاري وهي احتمال هي بعضك لو مثالاني كلب طبيعيه دهين درينوا احتمال وهي اراده افراد بكري لو بعضيدا البته افراد مراد نیا ها احتمال هيا لان اگر افراد اراده کرا تازه نبود طبيعيه بلان احتمالي وي هي افراد اراده بكري كلا طبيعيه خارج بها وقتي او احتمالج هيا بتعبير جوانتا لكتيبي تردا كاويا حكمك سرايات دكا تدقي شو انا احتمالي حكمك سرايات دكا هر با مراد نينا بلان سرايات دكا يدي حكمك هرشان اوج مراد نيا زورتك يعني دفع هذه اللي بعض اللي مثلا بويا دو مثال عندنا زور شاك
جو منها القضية المصدر موضوعها بلام الجنس من حيث هو لقلية طبيعية حسابا أو قلياني كمصدر أول دار كراوة موضوع أو قليانا بلام كدلالة دكا لسر جنس بلام جنس من حيث هو جنس من حيث هو الجنس نك جنس من حيث التحقق لازم لأفراد هل هيشون؟ آخر ألف لام الجنس جاري ويا إشارة نبولي جنس مدخول كيان من حيث الجنس من حيث الجنسية جاري وشا إشارة نبولي جنس مدخول بلان من حيث التحقق في ضمن الأفراد بلان أقر هاتو إشارة بن ألف لام كان بولي جنس من حيث هو جنس من حيث الجنسية مراد بيتان أو قضية لقضية طبيعية حساب ذكرتان نحو الكلمة لفظ موضوع مفرد وني آخر دير دا تعريف كلمة لصدر تعريف دان تعريفش بما هي تايدي دي الكلمة يعني حقيقة كلمة جنس كلمة لفظ موضوع مفرد أو ألف لام إشارة نبولي جنس ككلمة باعتبار جنسيات وني آخر أها من حيث هو من حيث هو جنسي جنسك من حيث الذات يعني كخبر متداكي محزودي يعني هو هو حيثيتك شيء هو حيثيتك جنسيتك يعني. الكلمة لفظ موضوع مفرد جو نحوها كل مفهوم معرف أو مقسم وكو حاشي بالسدو والنحو أو الكلمة يا كل مفهومك كشبتا معرف بيان مقسم بيتا مفهوم مقسم جهر وبيتي تقسيم كالكلمة إما اسم وإما فعل أو جهرشيا قليك الطبيعية حسابا فإن التعريف والتقسيم يريدان على المفهوم شنك تعريف وتقسيم هرج كان وارسة شدبا تعريف جبو مفهومة تقسيم جهر بو مفهومة تعريف كبو مفهومة ديارة تعريف بو ماهيتا كارمان بأفراد نية بلان تقسيم كابو مفهومة لتقسيم دا آخر دا بيت أفراد جهبن دلائي الكلمة إما اسم خنايني خدي مفهومة كي تقسيم بكي بلاي مفهومي كلمة كلفظ موضوع مفردنا ما أو مفهومة يان اسم يان فعلا دلائي تقسيم جهربو مفهومة بلان بشرط تحقق لازم لأفراد فإن كان المقسم يؤخذ من حيث التحقق في ضمن الأفراد باشا هرچند مقسم اعتبار ذكري لجهة تحقق لازم لأفراد دا مقسم او اعتبار ذكري باعتبار تقسيم كده بتحقق لازم كلمة باعتبار تحقق لازم لأفراد دا يعني اسمها فعلا بلان تقسيم كده هربو شيا هربو مفهومة كده فاني آخر تقسيم كده باو اعتبار او شرطي تيدا دا جيريتن بلان هر مفهومة كده كتقسيم وارد سر دا بي دانا ناتوان الزاتي أفرادا تقسيم بكي بلاي كلمة يعني أفراد كان يعني اسم شوفين أو أفراد إذا هر اسم خو أجي اسم بيتضاف علنيا قف في علبي بلا مفهوم كلمة باي اعتبار تحقق لازم لأفراد أو كسمان يبو بعيدا يعني ياها زي باشا فس كوابو تقسيم جهل واريد سر مفهوم ده بيتا أوش خلاص بو فس كوابو أو قلية حملية باي اعتبار موضوع دو قسم يبو بعيدا بو شخص سي قسم شخصية و دو قسم طبيعية شخصية وطبيعية طبيعية شك تقسيم كلاب ولا دو قسمان أو على أفراده أو جر هر موضوعك كلية ديسان موضوعي قلية حملية كلية بلام حكم نية لسر نفسي مفهومك بلكو على أفراده حكم كراوة لسر أفرادي أو مفهوم كلية موضوعك كلية بلام حكم لسر أفرادك أفراد كان مرادا أو وقت شيا أو وقت فإن بجنت فيها كميتها كلا أو بعضا فمحصورتون اگر حكم يعني موضوعك كلي بو حكم لسر افراد او كلي بو نقل سر مفهومك جاء وقت تشاوي لذلك اگر بيان كرا لو قليه دا اندازي او افرادانا اندازه كان بيان كرا نقب عدد بيان كرا نقب عدد بلكو بيان كرا كلا او بعضا للجهات كل بعضا بيان كرا كآية كل افراد منزورة يان بعض او بيان كرا فمحصورة بقليه دلن شي فس محصورة قلية كدويدا حكم بكريتن لسر أفراد مفهومك موضوعك مفهومك كلي به وحكم بكريتن دوم قلية دا لسر أفراد كان منزول بن كمية أفرادش بيان بكريتن بشي بكلو
ببعل بيان بكريتن البته يدي بعل بكل بعل بيان بكريت بعل شامل عدد وانجيتن ها چونك عدد شهر بعل يدي عدد اشتكي بلاي بلاي بيس لانسانان يعني بعضك لانسانان دي شامل قليل وكثير وعوانا هم وانديتن بعل هم وان دقريته خدي بعلش دقريته هرچيه كي كمعنى بعلي تيدا بيتا لازمك اللفظي بعل بيتا هرچيه كي مفادي بعلي بقينيتا زورك لانسان شهر بعل زورج هر وايد زورك اجهر بعض قبل زوري لا تي دقي شلون دروس من كتوا يعني دروس من نكتوا ها صحيحه زي بلان صحيحه دي بو قليه دلين قليه محصورة محصورة تسمية كيشي اري نسيوما تسمية كل بمتعلق افراد جزء تسمية كل بمتعلق افراد جزء الان كل انسان حيوان دي افراد انسان حصر كراون او كمحصور حصر كراون تعين كراون كمان افراد انسانين كحصر كراون تعين كراوا جيان هموا كي حصارك الى دوري كشاوا يان ببعض مرحل حصر كراوا او بعض حصارك وكو بعض لدوري كشراوا دي باشا بس افراد كان محصورا اگر واب محصوره متعلق افراد او صفته متعلقه بافراد كده شلون اها افراد كان افراد شن افراد موضوعه كان كموضوعه كجزء قليل تسمية كل ككل قليه يدكي باسمك كاسمك متعلقة بأفراد جزءكي أفراد جزءكي أو نيو قليه باو نيو يدكي كمحصورة يا حالي وشونا أدي حصرة كفية أنا متعلقة بأفراد أنا هي لبريان كان دران زانن أولا وانا كلا كتبه خانج لهان ايدي لا برهان وأوانا ده هم عن مسراون باشا مش هلوان دزيوة فمحصورة كلية أو جزئية جاء وقتي أجر بينت كميتها كلان فمحصورة كلية أجر كميتها بيان كلا كمية أفراد كان بعضان فمحصورة جزئية باشا أو دوانش كلية جزئية نسبة كل بلاي صفة ما صدق جزء نسبة كل بلاي صفتي ما صدق جزء جزءك كم وضع؟ دي ما صدق هي نكاف ردكان أها أو صفة كلية جزئية صفتي وانا دي كلك يعني جزءك صفة أفراده دي كل كليتنا كلنا كل 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 بون يعني جزء بون صفة أفراد دي أفراد كان كل يعني أفراد كان جزءا بعضا سيدك شونا؟ أوجه بريد نسبة كل بلاي متعلق أفراد جزء أوجه رواية نسبة كل بلاي متعلق أفراد جزء صفة أفراد جزء حالي بوشونا زور شاك بس لقلي محصورة دا أو مهمة حتما موضوع كيد بي كلي بي حكمش بمحمولي لسال أفراد أو كلية كرابي هشتش تواو نبوه كمية أفرادكش بكل يام ببعض بيان كرابي او سي شرطه ده بتحقق كرده بيت هذه بكل يان ببعض يعني بو مفهومه او مفاده جيندرابي باخد اللفظ كله بعضان يان بشتكي ك هاو معناه ده قلوان بيت لوكو الف لام استغراق بو كلي يعني لوكو كلمه قليل وكثير بو بعضي وما به البيان سور جاء او لفظي وما نقل لفظك او شتي كبسبب وي بيان ذكر كميه افراد لقليه محصوره دا سور سوري في دكتريتن سور بمعنى اكو كردواري دالين شوره ديوار او ديواري كلا دوري شاري ددرا قديم باشا سوري في دكترا شكي احاطي بشاركه جددا تيجيشتي جاء او سوري في دكترا سور البلد ليرج او مايات لافز بيش غير لافز بي مادام كمية أفراد بيان دكا إحاطة بو أفراد كمد نظر إحاطة في دادات واني آخر تشبيه كرا وبسور البلد أو تسمية مشبهة باسم مشبه به واني آخر
ما به البيان جابو يعني كوت اللفظ الذي يعني الاسم الذي به البيان شو ممكن جاري واي اسم نابيتا جاري واي حرف دابيتا وكو ألف لام استغراق جاري واي أصلا نا اسم دابينا حرف دابي أصلا لفظ نابيت وكو إضافة معنوية أصلا لفظ نية شتكي حكمية شتكي تقديرية واني آخر جاري واي مثلا لفظ شتكي مركبة وكو لا شيء تيكا ودابيتا السور نا اسم نا حرف أصلا مركبة يدي ليس بعلو أو شتانا حالي بوشونا وهي أربع جا قليه محصورة شوار قسميها يا شون شو فرقناك زي وهي أربع قليه محصورة بخوي دبيتا شوار قسم الان قليه حمليتها الان سي قسم مالليخين شخصية ومخصوصة طبيعية محصورة خدي محصورة كشك قسم سيومي حملية بخوي دبيتا شوار قسم وأشرفها الموجبة الكلية أخبوية كتمان قلية شم موجبة بيت شم سالبة بيت محصوري هي يدي بس محصورة بو بدو قسم بو بموجبة وسالبة بلا محصوراش كلية وجزئية هي جزار دادو دا كاتشوار دي موجبة كلية وموجبة جزئية سالبة كلية وسالبة جزئية محصورة أو شوار قسمانه هي جلو قسمانش بترتيب وأشرفها الموجبة الكلية أو يكلها من شرافة بترا كما يا موجبي كلية شرافتي لها ما بتلايدي لا نسبة كان دو نسبة من هي إيجاب وسلب إيجاب شرافتي بتلا ثبوتي تدايدي أو جار لا كمية جدود أنا كمية من هي كل بعض معلومة كلية شرافتي بتلا شكين أو فائدة بتربونا في تدا حاصل لبي مزية فضل وني آخر كمال ويدي كلية كمال أيدي كمال بونسي في حاصل لبي وأشرفها لهم كأوي كمزية بترا وفضيلة بترا لو تشوارنا موجبة كلية كموجبة كلية قلية موضوع كي مفهوم كلي بي حكم رسال أفراد كرابي كمية أفراد كانش بكل بيان كرابي لجهة كلية توا والنسبة كاش نسبتك وقوع ثبوت محمول ببو موضوع موجبة جسور موجبة كلية ومن سورها لام الاستغراقي بعضك لسور موجبي كلية لامك كدلالة دكا لسر استغراق أفراد وشاملي وإشارة بولاي ويكا تواوي أفراد مدخولة كي مد نزرة حالي هي شون استغراق بل موجبي كلية جلك أما باسي موجبي كلية دك بعضك لو سورانيك بو موجبي كلية هن لام استغراق بعضك لو سورانا وكن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يرى أو ألف لام بقريني استثناء ألف لام استغراق هيدي يعني براسي تواوي إنسان كان قطعا لخسران دان إلا الذين آمنوا إلا أوانيك داري أو شوار صفة لي باشا ألانا كان أو قلي إن الإنسان لفي خسر قليك محصوري موجبي كلية يعني سورة كيشيا ألف لام كي ألف لام استغراق ونيا داخل صورة كل داخل كل موضوع كده داخل صورة موضوع كده جاء نكتة كدير ده هيا أو على أفراده مراد لأفراد عن دير ده بتنى إذا أفراد الشخصي منظورني ها أفراد يعني أوش تاني كداخل عن دجيل مفهومك كلي ده هر شيء كي مندرج بدجل مفهوم كلي ده أفرادي في ده كتريد توجهي مثلا قبل كل جوهرين قائم بنفسه كل ده أفراد كان يشين جوهري جسم ونيا أفراد كان الجوهر جسم ونفس ونيا هيولا وصورة وعقل ده أوانا شن أوانا خو فرد نينا فردي بمعنى الشخص ونيا آخر ده باشا أوانا هموان بخوان دبنا أجناس يعني دبنا أنواع بس مراد لأفراد دي بدا أفراد بتني أشخاص مدينة زرنية أفراد يعني أخفي تحت الأعام هر شيء كي داخل بدي جير مفهومك يا عام تلخوي أفرادي في ذاك تريد جاء أقر حكم رسال أو أفرادانا كرابد أفراد بو معناه حالي بوشونا حتى أقل لي تام ببرسن أو قبلين كل شكل أول منتج حمو شكل أولك منتج دي أو قلية مجبيك كلية يعني. حكم كلاب رسال أفراد أفراد كانت شن كل شكل أولين
أفراد كاني أو قياس كان أو قياسني كلا شكل أولا. العالم متغير وكل متغير حادث، الاسم كلمة وكل كلمة لفظ موضوع، أو قياسا ندبنا أفراد كاني من ياخذ أفرادا بس شيء اعتبار أفرادا بو اعتباري كداخل بنا دجير مفهومك كلي ده أفراد يم في ده كتير لو جهته ويدي حاله شون بابو خوشان قليبا أو أفرادنا بقلي يجب من ياخذ أفراد كان قليا ناخذ بلان بقى اعتبار ويكا داخل نجي مفهومك أفرادي في ده كتير توا أو جار وجميعون ومن سورها جميع بعضك للسور موجبي كليه كلمه جميع وكو جميع العلماء كرماء تواو علماء تكتكي افراد علماء شنا كرماء كريم زيدر دا او قليه موضوعك علماء محمولك كرماء قليك حمليه موجبه محصوره ومحصوره موجبي كليه سورة كيشي أو ككمية أفراد في بيان كلا وكلمة جميعا ويا والإضافة المعنوية المفيدة له بعضك للسور موجبي كلية إضافة معنويك كصفة واب مفيد له لبو استغراق إضافة معنويك كمفيد لبو استغراق أو السور موجبي كلية با لفظ جنية اشتكي معنوية دي إضافة بو يكتب ما به البيان لا يكتب اللفظ يعني الاسم الذي به البيان وكتشي إضافة معنوية مفيد بالبو استغراق ببت السور موجبي كلية وكتب تابع الرسول على طريق الوصول تابع الرسول خو منظور تابعك معينية إضافة تابع بولاي رسول إضافة معنوية بو استغراق يعني كل فردك لو أفرادنا كتبعية لرسول إذا كان على طريق الوصول فني آخر إضافة تابع بولاي رسول إضافة معنوية مفيد استغراقة الان دير دعو قلية موجبة كلية السورة كيشية إضافة تابع بولاي الرسول كمفيد استغراقة نا والله بقرائن دياري دكات كالبضان إضافة كلبو تشي جاريوه إضافة كلبو عهدة ونيا أمنو تباقي غلامي غلامي زيدي دكين دلم جاءني غلام زيدين أو غلامي كمعهودة لبيني منو تباقي هذا شو ممكن يخو تابع عامل مية وأجر كان بمعنى حال واستقبال مية واستمراره إذا في اسم فاعل واسم مفعول وقتك إذا فيك لفظية كبو زماني حال واستقبال فلا ما قال بو استمرار بن يعني بو زماني ماضي بن إذا فكان شيء معنوية ده بو استمرار أخو بو زماني حاله استقبالي بتنينية هركسك تابع به ده زماني قزشتين يعني ألا أن يعني آيان يعني بو زماني حاله استقبالي فقد نية كببت إذا فيك لفظية أو جارو بكلون ومن سورها كلون بعضك لسوري موجبي كلية لفظي كل كم كل أو كليك لإحاطة الأفراد أو لإحاطة الأجزاء أو كلي كدان دراوة يان بيان دكا بيان شدكا إحاطي أفراد دكا استعمال كلاوة لبو إحاطي أفراد يعني دربر جيرندي أفراد بوي كشامل كل أفراد ما بعد خوي بيتا أو لإحاطة الأجزاء يان استعمال كلاوة لبو إحاطة ودوردان أجزاء مدخولكي ظني فرق أفراد وأجزاء أفراد أواننا ككلية كقابل حمل أبو سروان أجزاء أواننا كقابل حمل الجزء ده مقابل كل ده كتير فرد ده مقابل كل ده كتير كده قلت شو أنا أو كحمل بينيوان كل جزئين هم عنده بيت الجزء كده بيت فرد بلام جزء قابل حمل أبو سر كله كيان كله كقابل حمل أبو سر جزء جزء بقابل قابلية حملني أجرش حمل كلا لذين إجدا أجر حمل كلا بيعتبر جزئيات ملاحظة ناكدة أوش لجي خدا بحثك مهمة ها لسه بزواري وان ده هندرا ولا البطل هذي بجا إشارة فكرة تهذيب الكلام شاد بيجاني جا كنج كل بو إحاطة الأفراد وذلك إذا أضيفت إلى النكرة أو ككل بو إحاطة الأفراد زمانك كإضافة كرا بكلمة كل إلى النكرة بولاي اسمك نكرة هر وقتك إضافة كرا بولاي اسمك نكرة جا كيف خويتي
جاب بولاي اسم نكرة إذا فكر ببولاي اسمك النكرة كيف خوية النكرة كان لفظا ومعنى النكرة بي يبقى معنى النكرة بي لفظا معرفة بي كل بوشية أوقتي بو إحاطة الأفراد قضية كده بيتها مجباك كلية وكو كل مجتهد في الدين مأجور كل فردك لو أفرادانيك مجتهد في الدين مأجور فني آخر زي باشا الان دير دم موضوع كمان مجتهد محمول كمان مأجور قليك حملية حكم بوقوع ثبوت محمول كلا وبو موضوع موضوع كمفهومك كلية مجتهد مفهومك كلية حكم نكلا ولا سر مفهومك باكو حكم سر أفراد كلا وكمية أفرادش بيان كلا بكل بيان كلا وكلكش كل أفرادية كلك كدلالة ذكر سر إحاطة الأفراد شامل كل أفراد مجتهدي ديتا ديارة أفراد كان أفراد كانش ك دانا داني أفراد كان مجتهد قابل حمل أبو سلوان دي الإمام الشافعي مجتهد أنا الإمام أبو حنيفة مجتهد أو أو لإحاطة الأجزاء وكبلين كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام إذا فكر ولا الطعام بلان الطعام ألف لا مكان يعني لفظا معرفة بلان شو كألف هم الجنسة ده معنى ده هنك راح حساب ده حكم هنك راي ده أيدي كل الطعام يعني كل فردك لأفراد كان الطعام كان حلا بو جنسة ألف لام الجنسة بلام ألف لام الجنسة كان شو كني نايكة معرفة بحسب منطقي دي اللفظ ده كاتة معرفة بحسب نحو بلام ده معنى ده هذا حكم هنك راي ده أيدي معرفة ألف لام الجنس هذه وش أنا؟ هذا يشرب مجبي كلية. هذه مجبي كلية. كل كبوشية هرب إحاطة الأفراد هذه. يعني كل الطلاق واقع إلا طلاق المغلوب إلا طلاق المعتوه. كل الطلاق واقع يعني كل فردك لأفراد الطلاق واقع. من آخر؟ زين كل كبو إحاطة أفراد. شكني مضاف إليه كا بن معرفة شد لفظ ذا برمد معنا ده. أماش كمان إذا أضيفت إلى النكرة نكرة كيف خويتي لفظا معنى النكرة بيان فقد حكم نكرة إذا بيت أو لإحاطة الأجزاء إذا فكيانا كل سوري موجبي كلية زمانك كاستعمال كلابي لإحاطة الأجزاء بو إحاطي أجزاء بو دربار قرتني أجزاء وني آخر أوش زمانك كإضافة كلابي بولاي معرفيك كمعرفك لفظا ومعنى معرفة بها هم لفظا معرفة بها هم معنى معرفة بها وكو علم بي يعني وكو معرف بألف لام عهد بي عهدي خارجي بينك عهدي ذهني زي باشا مثال وكو كل زيد حسن يرد معنى شيء يعني كل جزء لأجزاء زيدي جوانا واني آخر كل جزء من أجزاء زيد وفرنية كل فرد زيد أفرادين كل جزء على أجزاء زيد كل إذا فكره وبلاي زيد كمعرفة هم لفظا هم معنى المعرفة وني آخر بو إحاطة الأجزاء زيد يرد أو قال يجهر موجبيك كلية يعني كل الرماني أكلته كل جزء على أجزاء أو رماني الرمان معه ده مشخص الرمان خارجي وني آخر كل جزء على أجزاء أو رماني أكلته أم فارد زيد يرد كلك إذا فكره وبلاي معرفة كلفظا ومعنى المعرفة بو إحاطة الأجزاء فان من اكتمال ده لو ذا في القبيله اذا في كل الرماني اكلته تقبيله يعني ايه نقبيله اذا في واضح له واضح له نمديو الله نظر اشكرك الله ذا في القبيله اذا في كل الرماني اكلته يعني اذا في احاطه الاجزاء او معناه الدنيا من نمديو نظر ما قال وابيع ومعناه حبي رماني كان من نالي أي تصريف ملاعبي ها؟ رماني كيف يصلح؟ هذا شو ما يدبي منزولة أوبي ها؟ أولي لباسي وكتي ويجيء المصدر من غير الثلاثي المجرد على زينة اسم مفعوله قياسا جنسية من قبيلي يان الإضافة يان كحبي رمانك كحبي رمانك يعني كلمة إذا فكرة وبولاي جارك بولاي رمان وده حق ده إذا فكرة وبولاي كافش ونيا أو جهروا عن تجاري إذا فكرة شال أود منزل بيت ديش الرماني هرتدى يا علي حظ دي
فردك الأفرادي خلايا محسورة يعني فلان أري خلايا محسورة إيش بشر جياو كموضوع كي كلية يعني زي إيش زي كلية فلان زي كلية بيعت ورا أجزاء دي كل وكلية بيعت ورا أجزاء نابتا مشي جا جبابي بكت نرى أول كيف ورشي ده كيف تن فقط اسم أو كلية أفراد وكلية أجزاء والثانية زي كل إذا لكل أفراد إذا فكر ولا اشتيك كلية زي طالما لكل أجزاء إذا فكر ولا فكر ولا اشتيك كل نك كلية تزيد هو كلية طالما كل هو أخي بلا وقتي والله كل جزء أقل أجزاء زيدي زي أو بوا اعتباري أجزاء زيدي أقعد نزل بقري ده بيتك كلية دي أما نعرف كل زيدين يعني شيء يعني كل جزء لأجزاء زيدي لأجزاء زيدي شو كنا ما مراد ليرة لزيدي شو من منزورة أجزاء من منزورة زيد بخوي جزئية بلام أجزاء كاني شن أجزاء زيدي كلية يدي أجزاء جزئية وأنا كا أجزاء زيدة سفاكين يا قربان أجزاء أجزاء أخوة من نعلم جاء أفراد إنسان زيدة زيد جزئية بلام أمن أفراد أجزاء نعلم خدي أجزاء أجزاء زيدي أو أجزاء مفهوم أجزاء كلية يعني جزئية مفهوم أجزاء كلية مفهوم أجزاء زيدي جدير ده موضوعك أجزاء زيدية نك مفهوم زيدي أما حكم ما نكرد ولا سر مفهوم زيدي ده وقلية ده حكم ما نكرد ولا سر شيء أجزاء زيدي وني آخر أجزاء زيدي شن أجزاء كان كلية زيدي خدي مفهوم أجزاء كلية زيدي أبو معناه أبو معناه فسك جاء كل كش بياني ويكر دوا ككل جزء أقله وأجزاء أنا مرادة كل الرمان يجهر ولا وأما جديرة كنسيتي بسشار وذلك بجي ما نهشتوا أري حاشيك شما بجي هشتوا إذا أضيفت إلى النكرات كتي وكذلك المضاف إلى الجمع المعرف هروا أو اسم كليك إضافة كلاب بولاي جمع معرف بألف لام أو كلش بو إحاطة الأفراد هروكو مضاف بولاي النكرة بو إحاطة الأفراد كل مضاف بولاي جمع معرف أوجب إحاطة الأفراد كل العلماء يمتازوا عن غيرهم كرامة واحتراما يعني كل فرد من أفراد العلماء غنيا إذا فكروا بولاي جمع معرف والمضاف إلى ضمير الجمع أو كليك إذا فدك لبولاي ضمير الجمع أوجب إحاطة الأفراد كلهم آتيه يوم القيامة فردا يعني كل فرد منهم آتيه يوم القيامة غنيا آخر دي باش أوا أو شهر بو إحاطة الأفراد بس كل سيجيان دابو إحاطة الأفراد إذا فكر ببولاي نكرات شن نكرايك اللفزن معنا شن معنا فقط إذا فكر ببولاي جمع معرف إذا فكر ببولاي ضمير جمع لو جيان دا كل بو إحاطة الأفراد لشوي دابو إحاطة الأجزاء وذلك إذا أضيفت إلى العلم حاشي بسشوار أو المعرف باللام بلام لامك كلامك معرف بلفزن معنا لام معرفة به من آخر نقل نقلامي استغراق بيتن نقلامي او شتا بيتن عهدي ذهني بيتن او انا او هربو احاطة الافراد كتما زور شاك ما كلهم اتيه قرانو موضوع اكيتيا موضوع اكي هما يدي هما قران قسم شخصي ناكي قران بو بالقسم شخصي هذا كيف بيتن موضوع اكي ضمير غائب بيا حاضر بيتن أو كل فرد جلوايدي، شو كنا أما هم باعتبار أفراد دقرين باعتبار أفراد جلبيت النكرة دبيت كلية وقتي. أنا كل أفراد. كل فردك لو أفراد أنا، كل فردك لأفراد أو جمعي. شو كنا ما أجر أفراد بقرين أو أن دبنا كلية وكوشون لزيد أجر أجزاء مانجر لجزئية درد شيء. وأما إذا استعملت لإفادة مجموع الأفراد نحو كل إنسان في هذه القرية يحملون الصخرة الفلانية العظيمة أو مجموع الأجزاء كما في كل الرمان أكلته مستعملا بمعنى أكلت مجموع حباته فالقضية المصدرة بها شخصية إلى آخر أما كل دوجي عند السور موجبي كلية اجر استعمال كلا بو احاطة الافراد يعني بو احاطة الاجزاء بلام اجر هاتو استعمال كلا كلمة كل بو بفائدة داني مجموع الافراد نك
إحاطة الأفراد تكتكي أفرادنا مجموع الأفراد مد نظر بو وني آخر أو مثال كل إنسان في هذه القرية يحملون الصخرة الفلانية العظيمة صخرة يكو بردك زور جورها يا معلومة يك نفريان دو نفر ناتو أن تكان يبدن مجموع خلقك خربو تو صخرة كان تكان دو حمليان كردوا دي أوا قرينة يالسروي كدير دا مراد لكل إنسان كل فرد نية شكني كل فرد فرد أو كاران نكردوا بل كتشيان كردوا مجموع كان أو كاران كردوا عليك السلام اگر نه دیش بیشتر اشاره کرد انا اج دعا حاج بهرام نگه ها نم باشه خدا موفق باش بشی ماما سلام هم ده باش یعنی مجموعی افراد انسان او انسانانی که لو دیدابون مجموعی افراد کان یحملونه وایا او مجموع الاجزاء او مجموع الاجزاء يعني استعمال كلا كل بو افادي فائدتان وجياندني مجموع الاجزاء وكبلي كل الرمان اكلته بلام استعمال كلا او كلمه كل يعني اتو استعمال الكذبه بمعنى اكلت مجموع حباتي منظور تو يعني مجموع حباتك انك تك 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 مجموع كم خورت بمعنى كان لا اخباش اهلي أخباش إرادي تو فرق ذكاء دي بحاصل معناه كبيت هيك فني آخر جبلان يعني مثال كده تاني واضح تريب كين نكبة إرادة حقا إيش فرقها بيبلي كل الرمان 20 مثاقيلة مجموع حبات كي بيسم الخال نك تك تك حبات كي بيسم الخال تك تك كي بيسم الخال نية تدا كيشونه جاءوا مثال ما وصينا وتيت بتنه بإرادة فرقها يا بلام او مثالی که عرضم کردی هر حقیقتاً فرقی هیه ایدی او ارادهی تک تکی اجزای هر لینا کریتن او وقتی چونه؟ او وقتی قلیکه نابیت موجبه کلیه بلکو قلیکه چیه؟ احتمال زورانی هیه فالقلیه المصدره بها ها؟ باب مین توجه لیک فالقلية الأواجهة خبرك جزاء وشرتك نهات وبا جزاء كيف خين أو مهم ترى لحاشية والله بحاشية بمين توت شاترة تها جزاء بمين توت الشهد ببي جزاء معنى نادا بل عمّة ببي حاشية معنى يهي أو وقت شونا فالقلية المصدرة بها شخصية عند بعض أو قضية كمصدرة بو كلي كبمعنى مجموع الأفراد يا مجموع الأجزاء عند بعض للاي بعضك العلماء قضية كشخصية چونکه نه اگر دلان وقت تأويلي دكين كل إنسان في هذه القرية يعني هذا المجموع المشخص أو مجموعة مشخصة أو كرانكر چونکه نه آوا تأويل دكلي به هذا المجموع المشخص دبيتا چي شخصية ايدي أو مجموعة مشخصة معينة ايدي حاليا شون ومهملة عند آخرة بلام قلية كبا مهملة حساب دكلي للاي بعض كتر مهملة أوية كحكم رسال أفراد ببلام كمية أفراد بيان نكرة بيتن أو ضلين مهملة يا بش معنى دير دابو معنى يا مجموعك ونيا أفرادي أو موضوعك حكم كلا ولا رسال أفرادك بلام كمية أفرادك بيان نكرة ضلين مجموعي ضلين أو حباتيك الرمان هيتي ظلم مجموعك لو مجموعي مجموعك لو مجموعي وني آخر مجموع ما لو مجموع ما مجموعك غير مشخص لو شتي وني آخر لوقت كم أتو مجموعك تقول لو شتي مجموعك غير آية كل مجموع مجموع مرادة مجموعك يا كبزدن كمجموعك يا كبزدن كتلا مجموعك يا جم مجموعك مبهم لو مجموعي وني آخر مجموعك مبهم لرماني رمان شان مجموعي هي مجموع يعني رمانك مشخص منزولني ها البته رمان خدي مفهوم او هنار وني اخر نجيك هناري مشخص او هنارة مفهومك كلية شامل او هناري دي شامل او ايدي شامل او ايدي جهر يكي مجموعك هي وني مجموعك غير مشخص لافراد هنار مجموعك غير مشخص اكلته وني ده او مجموعة
آیا کلی مجموعه کانن مراده؟ مجموعه کم خوار، مجموعه کم معلوم نیه. کلی مجموعه کانن مراد بید، بعضی لو مجموعه کانن مراد بیتن کمیت کد بیان نکردوه. معنا چه دقیقی وقتی؟ ای مجموع ما من الرمانی، مجموعه کی؟ مجموعه ل مجموعان من الرمانی کل جنسی چیه؟ ل جنس رمانه. مجموعة أمة موعي كان هناك دولة أنا رجعنا مشخصني. زين. أو نحن. أجا هناك منظور به. مرادش إلا مجموعة كي. مجموعة مجموعة معينة أو مجموعة معينة بدها شخصية. أويت الواي تأويل ناكا قال كل الرمان أكلته يعني الرمان منزولة ديرة دا بلام رمانش چندان مجموعي هيا أمن يعني يك رمان بيتن چندان مجموعي بمجموعي دا حبيها بي بيس حبيها بي يعني چندان رمان بن هل يكيك مشتملة بسر چند مجموعان دا على حال ليرا مجموع منزولة جم مجموعك يك مجموع دو مجموع شامل چند مجموعان ديري مشخص نكراوا شونكني كمية كبيرة نكرة ولا بتقليك مهملة ومحتملة لهما ولغيرهما عند آخرين. بلام آخرين دا كتير نص لودك حتما شيا شخصية. أريدك كتير والله حتما حملية. بلام هند حتما مهملة. بلام محتملة لهما ولغيرهما عند آخرين. للاي بعضك لعلماء تر محتملة أو قليك كل مجموع داخل سربوا لهما لبو شخصية ومهملاش ولغيرهما بو غير شخصية ومهملة غلن احتمال تريشي هيا ذكري شبتا كلية بي ذكري جزئية بي ذكري طبيعية بي هذه شون احتمالي هيا الناس نية لهيش كاميان دا بس تجيبه وهي كأتو شوني إرادة دكي توجهي احتمالي هيا أتو بلي كل الرمان أكلته يعني كل مجموعة لمجموعة كان هنا كل مجموعة لمجموعة كان خوارت جبت كلية وقتي أجر منزورة أوابيتن كل الرماني كل معنا مجموعة ديوانية مجموعي رمان يعني بعضك لمجموعة كان يعني مجموع من الرماني مجموع تنويني وحدتي أتولي بقري مجموعة للرمان جبت جزئية وقتي شكني اسمي نكرة تنويني وحدة في وبيتن دبيت السوري مجبي جزئية حاليه شون ذكرة طبيعية جبي ألبت له مثالي أنا شو كان طبيعتنا ناخري هني آخر بلا من مثالي تردا يعني منزول الطبيعة مجموعة كبيرة هني آخر لم جي إذا كمحمولة كمعنى أبدا رأيت رأيتش زور وانا رؤي أو أنا متعلق بطبيعتنا بل بلیس سمره میوه کلمی وا شده که ولی بلی که شامل طبیعتش بود پس که وابو اوی که دیر دا بوما جگای بحثی ما بو او بو که سوری موجبه کلیه محصوره کلکه که لبو احاطت الافراد بی یعن لبو احاطت الاجزا بی که بیدالین کلی افرادی و کلی اجزایی بلان کلی مجموعی قلیه که یعنی نس ناکه لموجبه کلیه دا بلکو هندك دلن هر ناكته موجبه كليه بلکو شخصيه هندك دلن ديكات مهمله هندك دلن احتمالي هي بكته كليه احتمالي شي هي بكته جزئيه يا بكته شخصيه ومهمله يا بكته طبيعيه جو هذا الاستعمال حاشيه بسكنج وهذا الاستعمال لكلمه كل مجازي او استعمال ابو كلمه كل ككل مجموعي لي بغيرت استعمالك مجازيه لفظ كل بوضع نكره ولفظ كل وضع كره ابو اود معناني سابق إحاطة الأفراد يعني إحاطة الأجزاء بو كل مجموعي والله نكره واستعمالك مجازية ماذا استعمال مجازي بقريني دويتن دي فلا تحمل على معنى مجموع الأفراد أو مجموع الأجزاء إلا لقرينتي حتما دبي قرينيه كبت قرينيه حاليا قرينيه مقالي دبي هبتن بويك مشخص بك وكو عرزم كردي لو مثالي في شودا يعني كل الرمان 20 مثاقيلة بنيا دزانم بقرينيه عقلنا دزانم يجيك دانا داني دان كان هل يكي بيز مسقال نابد هني آخر ما قال هنارا كاني زماني بيشو شاهد هنارا زماني بيشو دا باورد نبي ها دالا
شوي داريتم دلاي جنب لزماني كخلق كراد هر دنكي باندازي نظام باندازي چيه زور قورا شتاكي نسوية على كتبا كان فقيدا نسوية هر دنكي باندازي چي بوا لدوا يويكا او قناها كرا نورد بوا لدوا يويكا كرا تا او زماني ما جاو كتبا كان نسوية دلاي رجاء وياك لوي چوكتر نبيتوا برا سري قناها كان انسان ديكا والله نظام بلا ما اقصايا هيا هيدي نعم صحتي هي يعني لك حديث مني أنا لكتيب في خيدة دي توما هو لكتيب في خيدة دي توما بعض الجن مشتين هذا كريت إن لبعض الزكاة وأوانا ذا جاليو ده دي توما طالما هنا رشاد وابي وقت ده هل هاد دنكلا حبة كي جسم سقال بوبي تن وقتك زور شاك شخصية هاي هذا أوش خلاص أوش بيان ما نكردي حدو حاشو كان ما نخين ده جاء فكر مكا كسور دقال موضوع إذا بيدوشتي جدا قانبا آخر موضوع جزء إقالية بلان سور خارج الأقالية دي چون دكريتن شتك هم سور بي هم جزء إقالية بي سور بي خارج الأقالية موضوع بي جزء إقالية دلال دكريتن بدو اعتبار شتك هم سور بي هم موضوع بي بأي اعتبار وهي كسورة خارج لقلية حساب ذكري كموضوع جزء قلية حساب ذكري بدو اعتبارا مشكلين يا بويا ما وصل فرني أو أنا كتا استخدمان هميان سور موضوع كدوشتي جواز طبعا وقد يدل لفظ واحد على السور وعنوان الموضوع جاري ويقلف الدلالة ذكا هم لسر سور كبو اعتبارا لفظ ذكا خارج لأجزاء قلية ودلالة ذكا لسر عنوان موضوع كي وموضوع ذكري كي كأوقت لفظ ذكا جزء كلأجزاء قلية لفظية كي مثل أين وما ومن الموصولات وكل لفظ أيو ما ومن موصولة أو سيانة كموصولة ونيا أجر أوانا موصولة بن دو قولي تده هيا عندك دلن عمومية ناقين بل كو تعيين دقين أو وقت دبنا قلية شخصية قلية كمصدرة بوانا شخصية أجر موصولة بن معين أفراد معين دقين بل على القول بأنها من صياغ العمومي بنا بقول راجح كحكم كراوة بوكا وانا لصيغي عموما لكتب كان أصول دلان أقول راجحة كبو عمومي شمولين حتى شاملي كل أفراد دين وني آخر وكو ها بلين من في القرية أو كاران كر من يعني كل فردك لو أفرادان كلو قرية دابو أقا بلين أوانا صيغي عموما شاملي كل فردك لو أفرادان دين كما صدق أو كلمة اگر بلين بو عموم استعمال ذكرين كقول راجحش اويا اوانا حمد بنا موضوع قلية بو اعتبارك كحكم لسال افرادي وان كراوا ودبنا عنوان شون جزء قلية حسابا بو اعتبارك دلالات يان كردوا لسال عمومية افراد وكل افراد يان قيان دوا وكمية افراد يان بيان كردوا سور حساب ذكرين كبو اعتباري خارج لقلية حساب ذكرين هذي بو شونا ما هو من يبيعه؟ ما هو عمومية أشخاص؟ أي يجب هم هذا كتري دي؟ أشخاص جدا كتري، بو أشياء جدا كتري، بو زمانا جدا كتري. عمومية عمومية. هي عمومية. أخي منو ما جرت، بتني بو أشخاص ني، بو أشخاص ني. نجاري ويا ما بو أشخاص أنا، من بو أشياء أنا. هيا بلان باك هم يجب. فني آخر. فمنهم من يمشي على بطنه، إيماج. ماش كبو عقلا ككساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما بو عقلا لا واني كجده هل او بحث ديتا بيشي يق لفظ هم بتوانيتن سور بيتن هم بتوانيتن مثلا رابطة بيت هم سور بهم رابطة بيت وكل لا شيء لا شيء هم سورة بو اعتبارش كالنفي آخر في شيء أوش من لبيت شو كبعض بكين رابطة لقلايا سالبة دهر أداة النفي بخوي رابطة ياها أنا نسدي دي بيت الله وقوع أداة النفي هر بخوي رابطة ياها تيدا قيت شون لقلايا شرطية متصلة ومنفصلة أداة اتصال وانفصال رابطة ياها مثلا إما يدى منفصلة دمت كلما وأوانا أداتي اتصال وانفصال رابطنا توجي أوان دلالة كان سر وقوع لا وقوع تجيشتي جابوا يضلن قلية سالبة شمكني أداتي سلبكا هربو خوي رابطيا
قل قلي سالبة جدا قطعا أداة سلب دوي بكتري فس قلي سالبة همش ثلاثية ثنائية نية ناكري خور رابطة ذكر ناكرابي شكو مادام سالبة دبي أداة سلب ذكر كرابي أداة سلب بخور رابطة شا كوابو أوجوز إسيومي قلي كرابطة ذكر كرائي قلي سالبة همش همش ثلاثية بلان قلي شرطية متصلة ومنفصلة أوان جاك سالبة بن قطعا ثلاثية سالبة رواية بلان أجر موجبة بن ذكرت ثنائية بن ذكرت ثلاثية بن معدولة في كديرة قفت نفي بيت لا معدولة وانا قنية معدولة شو فينا نفي حسابني عاداتي سلب حسابني جاء لنا كان كمثلا لدرس آية ده ديخين لا شيء من البشر بحجرين الان لا شيء بنا بتوزيح درس كان بيشو كدبو باسمان كردبا او لا يتشيا اداتي سلبة رابطة دبتا جزئي قلية دي لو جهت شوى كالسورة كبيان كمية أفراد لك أو لفظك كمية أفراد في عندك لجزء قلية نية بس كواب أو جزء لا أجزاء قلية حسابنا بدو اعتبارا أنك لجزء بي ولك لجزء نبي أو الآن مش خير من هلا وقبيلة يبوي زبا لي رواه دلان جد شو ممكن عليك أوتيان.